فاطن ويميشو فاطن ويميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن ويميشو فاطن ويميشو اخ وعكس بعض بيعيشوا فاطن يعني مكسور جناح وميشو قراري ونافش ريشو فاطن عيني مكسور جناح وميشو قراري ونافش ريشو خطة رقم 2 تتنفذ ومش عايز اي غلطة. مفهوم؟ مفهوم يا ميشو. اتفضلوا. ما قلنا اتفضلوا. حاضر يا ميشو. تعال هنا. خير يا فندم. بس متسألش. فين عربية فؤاد باشا؟ هي دي يا حضرة الظابط. هي دي؟ روح هات المفاتيح يلا. ايه ده؟ ده انا افتكرتك ظابط بجد. ايه رأيك؟ شش مش وقته. طيب. خير يا باشا. انت بس عايز انا بس اللي اسال هنا. ادي لي المفاتيح. اتفضل. بقول لك ايه؟ عايزك تصلح العربيه دي. صوت الموتور ده مش عايز اسمعه تاني خالص. حاضر. وانت تساعده لو طلب حاجه. حاضر. انت ما تسالش. مفهوم يا فندم. برافو بونبوني. بقول لك تطلعوا بقى بالعربيه دي على اللي بيورد العربيه المسروقه. انا مش عايزك تقلق بالحاجه، كله تمام واحنا مظبطينه. وانت ستيشن حل لي نمر العربيه دي واعمل اللي انا قلت لك عليه. مفهوم؟ تمام يا ميشو. ستيشن مش عايز غباء. عم. يلا وجب.
وجاي عاوز ايه يا ميشو؟ ناوي على ايه؟ جاي خير يا شيكو، وبمدلك ايديا كمان. انت بلغت عليا مره وانا بلغت عليك مره، نبقى خالصين. يعني ايه؟ مش فاهم. معاهده صلح، يعني ما حدش فينا يقرب للتاني، لا انت تخسر ولا نخسر. ها قلت ايه؟ ماشي يا ميشو. طالما بقى هنفتح صفحه جديده يا شيكو، يبقى الصور اللي عندك دي تتحرق ووصل الامانه بتاع عمي يرجع لي. ها قلت ايه؟ وقد وصل الامانه. ده بقى نبقى حبايب بالحضن يا شيكو. طول عمرك راجل يا ميشو. تمام يا فندم، واحد كان سبب سيادتك الهدية دي. طب روح انت. يا باشا البضاعة دي بتجيلي جاهزة، ما تقطعها جاهزة يا باشا. هعرف منين بقى انها عربيتك ولا مش عربيتك؟ وبعدين لما حضرتك جيت وشفتها، شفتها متقطعة حتت ولا مش متقطعة حتت؟ انا بشتريها كده يا باشا. ولوح العربية اللي جت وعليها تحياتك. مصحف الشريف يا باشا، ما اعرف عنها حاجة. ما تعرفش؟ صدقني. خدوه. تمام يا فندم. ارموه في الحجز يمكن يعرف. بقى معقولة عربية فؤاد باشا تتسرق وتتفكك وتتباع للمعلم مغاور اللي طول عمرنا بنتعامل معاه؟ وبعدين كمان ايه؟ يتبلغ لفؤاد باشا ان عربيته اللي سرقت عندنا احنا؟ كل ده بالصدفه كده؟ لا طبعا مش ممكن. وقطع دراعي يا معلم ان كان ده ملعوب واتعامل فينا. قطني بسكتك انت هو. انا مش ناقصكم. ده كل اللي هممني دلوقتي عايز اعرف مين اللي بيلعب معايا. وبيعمل معايا كده ليه؟ الاكل ده جاي لك يا شيكو. شوف الاكل ده يا رب. استنى شوف ايه في الكيس، شوف فيه جوكر ولا مفيش. مفيش جوكر يا معلم، ده فيه كباب وكفته بس على ابوه. يعني كباب وكفته ومفيش جوكر. الكارت ده كان في الاكل يا شيكو. الكارت ده ما في الاكل ده. هو الكارت بتاع الاكل برضو. مشو مش الكلب يا مشو، يا ابن الكلب يا مشو، يا ابن الكلب يا مشو. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. بابا بابا لو سمحت كنت عايز حضرتك. ايه الازعاج ده؟ ايه الازعاج ده؟ هو انت لو ما عملتش ازعاج بالليل تتصرف وتعمل ازعاج بالنهار؟ حضرتك صباح الخير على الصبح. وصباح الخير على وشك بأمارك ايه وانت عمال تك 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 تخبط على دماغي لدرجة ان دماغي وجعتني وزهقت من كتر ما دماغي وجعتني. حضرتك انا دلوقتي بخبط على باب اوضة بابا علشان انا عايزه ابنه وعايزه، مش بخبط على دماغ حضرتك. يبقى تخبط بالراحة،
ما انتش عايش في البيت هنا لوحدك. حاضر. معاك ناس. حاضر حاضر. بابا بابا لو سمحت كنت عايز حضرتك افتح. وانت فاكر ان هو بالطريقه دي هيفتح او يسمع؟ يعني اعمل لحضرتك ايه كده على الصبح؟ قال لها يعني بخبط بصوت عالي مش نافع، بخبط بهمس برضو مش نافع، اعمل ايه؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ هو ده بقى اسلوبي. هو ده اسلوبك؟ ايوه. بتشوح بايدك كده؟ هو ده اسلوبي. طب تعالى. ايه سيد؟ لا تعالي انا هندهله. سيد يا بابا سيد. في ايه يا سيد؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا سمورتي على الصوت؟ يا سيد الولد دوت مش متربي، والولد ده قليل الادب، والولد بيرد عليا. ايه ده؟ في راجل في الاوضه يا بابا. افتح يا بابا. دخلك جوه. ايه؟ انا وقعت وكده. عملت ان هو بابا. ايه ده؟ انت دخلت الاوضه ليه؟ اه دخلت الاوضه. إيه؟ انت عملت ايه يا زفت على الصبح؟ انا ايه؟ موريش اللي انت. انا اسف انا اسف وهتاسف لها وهاتي دماغها اهي. ابص هاتي دماغها حضرتك هاتي. مش قبل اسفك ولا طايق اسمع كلمه منك. انا زهقت منك سيد. انا زهقت. انا اسف يا حبيبتي. انا زهقت يا سيد. معلش يا حبيبتي. لا لا انا اسف. سيبوني لوحدي. انا زهقت. اوعى يا سيد اطلع بره. يا نهار اسود انا مش ناوي تجيبها تبر معايا. عاوز ايه؟ ما انت عاوز ايه؟ عاوز ايه يا بابا؟ هو حضرتك يعني بتعاملني كده ليه؟ هو حضرتك بتحبها اكتر مني يا بابا؟ سؤال غريب ما جاوبش عليه. طبعا بحبها اكتر منك، اكتر منك بكتير كتير قوي. واقول لك حاجه، هجيب لها هي حلبسه وانت لا. ماشي بابا ماشي خلاص. عاوز حاجه بقى؟ لا. ولما هو لا، لما هو لا كسرت الباب على دماغي بالصبح ليه؟ اه يعني بقى دلوقتي حضرتك كنت جوه وسامع كل حاجه وما فتحتش الا لما الست هانم الست زهقانه دي خبطت وزعقت لحضرتك. علي صوتك يا علي. علي صوتك مشوح لي. انا اسف. في في اللي تقرب اكتر من اللي بتعملها دي؟ انا اسف. هات ربنا سامع ومطمش. في حاجه بقى كنت عايز اسال حضرتك، عملت لي ايه في ال 30000 جنيه السلف اللي انا قلت لك عليهم؟ بصراحه ربنا ما عملتلكش حاجه في ال 30000 جنيه اللي سالتنا عليهم، ويا ريت تغور من قدامي بقى بدل ما لدعك 30000 قرم على وشك. امشي. انا ما كنتش متخيل ان بابا يعمل كده. انت متفاجئ كده ليه؟ ما انا قايل لك ابوك ده انا عارفه وحافظه كويس قوي. طب وبعدين بقى العمل ايه دلوقتي يا عمي؟ ولا اي حاجة. انت تروح تستلم جايزتك وما تضيعش وقت. ايه ده؟ طب وحضرتك مش هتيجي معايا هيئة الاثار علشان بقى تشوفني وانا بستلم شهادة التقدير رقم 13 ليه؟ لا روح انت يا فطين، ما انا روحت معاك ال 12 مرة اللي فاتت. ايه رأيك تاخد معاك لمياء؟ اهي فرصة تشوف نجاحك واهتمام البلد بيك. والله فكرة عمالس. عمي ان شاء الله لسه برضو في امل طالما احنا عايشين. ما تقلقش عليا يا فطين، يا ما مرت عليا ظروف اصعب من كده وكله بيعدي، والحق كالزيت يطفو دائما. الف الف مبروك، انت دايما مشرفنا بابحاثك. ودي بقى شهاده تقدير، وده شيك بالمبلغ. اتفضلوا اقعدوا. شكرا. اتفضلي يا لمياء. معلش بقى يا فطين يا ابني، المصور ما جاش النهارده عشان نقدر ناخد لك صوره وننزلها في الجرايد. يا فندم ولا يهم سعادتك، وبعدين ما هو في صور كتير قوي ليا هنا، ابقوا خدوا منها اي صوره. على رايك، انت دايما بتفوز معانا من وانت شبل صغير في اعدادي، وابحاثك دايما بتحصل على المركز الاول. بعد اذن حضرتك يا فندم، يعني لما هو بيفوز ومهم جدا التقدير بتاعه فين؟ يا لمياء ما هو مش معقول تقعد تشتغل في البحث بالشهور وتصرف عليه من جيبك وفي الاخر تاخد لي حته ورقه وشويه بلالين. يا لمياء. معلش يا فندم، لمياء خطيبتي يعني هي مندفعه حبتين، لكن هي قلبها ابيض جدا يا فندم. يا ريت حضرتك يعني ما تزعلش منها. انا مش زعلان منها ولا حاجه، هي معاها حق، بس هنعمل ايه بقى؟ هي دي اللوائح والقوانين. المره دي بقى في حاجات جديده بجد. بجد يا فندم بجد؟ طبعا. ده كارنيه باسمك عشان تقدر تدخل بيه كل الاماكن الاثريه والثقافيه مجانا. ده طبعا غير ان سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار هيكرمك بنفسه في الاحتفال السنوي. ومن دلوقتي انت اصبحت مقيد عندنا كباحث متميز وباجر متميز طبعا،
ده غير انه هيكون ليك رأي خاص في كل الابحاث المتعلقة بالاثار. يا فندم متشكر جدا. اتفضل يا ابني. متشكر جدا والله يا فندم، يعني كل ده علشاني. صدقني يا فندم انا نفسي اقابل سيادة الامين العام للمجلس الاثار بنفسي علشان اشكره، بس انا طبعا عارف مشغوليته يا فندم. طب ممكن بقى نحتفل ونقطع التورته؟ وكمان تورته. واكبر من بتاعه السنه اللي فاتت كمان. متشكر جدا يا فندم متشكر. شايفه يا لمياء؟ شايفه يا حبيبي، مبروك. الله يبارك فيك يا لمياء. الف الف مبروك يا فاطين يا ابني. الله يبارك في حضرتك يا فندم، وان شاء الله عقبال كل سنه. يا فاطين حرام عليك، مش قادره امسك عيني. انت ده انا عامل لك مفاجاه تجنن. لا مش عايزه مفاجاه، مش عايزه. لا يا قوي. لمياء قامت فوق. لمياء اصحي لمياء. بصل يا جماعه، ولا انا شادر ولا حلولنا ولا ايه بارتي؟ ايه ده؟ ايه اللي خلاك تخش بقى هنا يا استاذ فاطين؟ انت مش عارف المكان هنا خطر. كنت عايز اوريها مومياء رئيس العمال في طيبه وهي بتترمم، قلت هتتبسط قوي. لمياء فوق يا لمياء يا حبيبتي. لمياء ابن اخي العزيز فاطين، سامحني، ذهبت الى مصيري المحتوم. لا محتوم بتصدم الولد خالص. ابن اخي العزيز فطين، سامحني، ذهبت الى قسم الشرطة لأسلم نفسي للبوليس قبل ان يأتي الى هنا ويسبب لك ولسمعتك المشاكل. بالنسبة للأكل، ستجد في التلاجة حل البصارة، سخنها وكلها بالهنا والشفا. خلي بالك من نفسك، هتوحشني أوي أوي. عمك أنس الوجود. انت ايه اللي انت بتعمله ده يا أنس؟ ميشو. لا مفيش. على ميشو. طيب امسك. مش ده إيصال الأمانة اللي انت كاتبه لشيكو مدريد؟ ايه ده؟ ايوه هو. احمدك يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. انا متشكر ان انت دفعت الفلوس عشان تنقذ عمك. مشو ما يدفعش يا انس. طب والصور؟ خلاص اتحرقت زي ما الجواب ده اتحرق دلوقتي. أنا مش عارف أقولك إيه، أنا كنت خايف على فاطين قوي، أصله هيعمل إيه من غيري؟ ما تخافش يا أنس. طب ما تستنى أسخن وناكل لقمة سوا. ده أنا ميت من الجوع، عامل أكل إيه؟ شوية بصارة وشوية بتنجان بالقطة وحبة مخلل، إنما إيه يستاهلوا بقك؟ أكلت برا، خليهم لفاطين. سلام. خليش حد تاني يمضيك على حاجة. حنين وجدع، بس هو يبعد عن سيد. انت تغبل يا ميشو، انت مفاجأة بالنسبة لي. احنا لازم نعمل بيزنس مع بعض. للأسف مش هينفع. ليه يا ميشو؟ انا عندي فلوس كتير قوي ونفسي اشغلها في السوق. غصب عني والله يا سميرة هانم، فعلا مشغول. طيب استني اشوف مواعيدي. ممكن ابقى فاضي من يوم 18 واحد 2018. هو ميشو كده؟
على طول مشغول. معقولة؟ ده أنا بشوفه كل ثلاث سنين مرة. أمال إيه؟ صفقات سفريات وأويو مش وابني مطلوب. وبعدين حضرتك بتتكلمني عن البيزنس وسيد الحول موجود. سميرة هانم حضرتك معاك الأصل. ظبطني اشتغل يا ميشو اشتغل. اكسكيوز مي، ممكن ارد على الموبايل؟ ما شاء الله، شفت الالماني بيغني على لسانه ازاي؟ ما هو جاي من المانيا اهو. الو، ايوه فريد بيه. حاضر هبلغه. ماشي، مع الف سلامه. سيد. نعم. فريد بيه عايزك للنادي. ما كلمنيش انا ليه؟ الله، انت ناسي ان انت قافل موبايلك علشان القمر اللي معانا؟ صح صح، يا ما بتنساش حاجه ابدا يا ميشو. طيب اسيبكم انا بقى. بعد اذنك يا سميره هنا، حضرتك معاك الاصل كله. شفت الاخلاق والتربيه؟ لو انا مش متاكده ان ميشو فاطين توائم، لا يمكن كنت اصدق ان ميشو الشيك ده يبقى اخو فاطين المدهول على عينه ده. في تاسع مره يا لمياء يا حبيبتي، انا والله العظيم كنت بحسبك هتفرحي وتنبسطي. انبسط بايه؟ بموميا بقالها 5000 سنه. هم 2500 سنه، ما تكبريش الموضوع يا لمياء، انا عامل ابحاث. ربنا يكتر من ابحاثك. يا رب يا لمياء، يا رب يسمع من بقك ربنا يا رب. بس ايه رايك بقى في الكارنيه ده؟ او بالكارنيه ده بقى يا لمياء نقدر ندخل الاهرامات في اي وقت وببلاش. بس مش عارف بقى ركوب الجمل يعني بالكارنيه ده ولا لا. هو ده اللي يهمك يا فاطين؟ ببلاش تدخلني الاهرامات، ببلاش تركني الجمل، ببلاش كله، بلاش بلاش بلاش. اه، وفي القلعه والمتحف وكل الاماكن الاثريه. ده انا هنغنغك يا لمياء. هتنغنغني ببلاش يا فاطين؟ انت عايز تجنني ولا ايه يا فاطين؟ كده كتير يا فاطين، كتير كتير قوي. يا لمياء يا لمياء، بس يا لمياء. ايه ثابتك ولا ايه خروف؟ المرة اللي فاتت انا سبتك بمزاجي، لكن المرة دي العين بالعين والسن بالسن. اذا لم يكن من الموت بد فمن العار ان اموت جبانا. اهو انت اللي خروف وستين خروف. لمياء، وجاب لي ايصال الامانه لحد هنا بنفسه. الحمد لله. طب والصور اللي كان هيعلقها؟ انا بقالي ساعه قاعد وفتح بوقي يا استاذ انس. مش هي دي الضحكه اللي انا عايزها يا تسوي؟ ها، لا خليك، ما تخافش يا فاطين، ما تخافش، الصور كلها حرقها. الله، شفت بقى ميشو يا عمي؟ خلصت بقى يا استاذ انس. يا تسوقي يا تسوقي، انت تصويرك صعب، ها، وانا عايز اظبطك واطلعك في صوره حلوه. وبعدين اذا صورك منها انا مش عارف الاقيها لسه. اصبر عليا اصبر عليا. عندك حق، انت عارف ميشو ده كان ممكن يبقى حاجه تانية خالص لو ما كانش تربيه سيد الحاوي. لو سمحت يا استاذ انس، انا سايب المحل لوحده، صورني اي صوره مش لازم تظبطها دلوقتي. خليك انت يا عمي. يا تسوقي، انت دلوقتي عايز الصورة ليه؟ عشان اعلقها في النحل. خلاص، يبقى عمي عنده حق، سيبه بقى هو يظبط الصورة براحته. لا، ولا انت عايز الزباين اللي بتدخل المحل تشوف الصورة ما تجيش تاني؟ صدق عندك حق. بقول لك يا استاذ انس، نعم. انا هروح المحل كويس. ولما شطب هجيلك بقى عشان تظبطني وتعمل اللي انت عايزه. احسن برضو يا تسوقي. يلا مع السلامة. سلام. الله يكون في عونك يا عمي لو الزباين بتاعت حضرتك شبه دسوقي ده. انت عارف يا عم انس، انا نفسي نفسي اقنع اخويا ميشو واصوره الصورة اللي انا شايفها له، بس ازاي ازاي وهو مش مقتنع بموضوع الصداقة؟ خلاص، دور على حاجة تانية تقنعه بيها. ادور يا عمي. انا فاطين سيد حسان، والحاصل النهاردة على شهادة تقدير علشان البحث بتاعي حصل على المركز الاول. دكتورة، حضرتك ليه مش مصدقيني؟ مين بقى اللي قالك اني مش مصدقاك؟ باين في عينيك اهو يا دكتورة. هو مش كل حاجة بتتقال هنا بتبقى سر؟ طبعا، اي حاجة تتقال في عيادتي تبقى سر، محدش يعرفها غيري انا بس. انا عايز اتكلم بصراحة علشان انا شكلي انا اللي تعبت نفسيا. اتكلم يا استاذ ميشو، قصدي يا مستر فاطين. ايه بقى اللي مزعلك؟
وعايز تحكيهولي قول. كل حاجة يا دكتورة، كل حاجة، وأولهم مرات بابا سميرة هانم بزهق بسرعة. سميرة إيه؟ ما تندهشيش قوي كده يا دكتورة، هي الست دي الزهق ما بيسيبهاش في حالها خالص، وكمان زعلان قوي علشان بيسمع كلامها. ده غير بقى عم أنس اللي كان هيتسجن بإيصال الأمانة اللي كتبه لشيكو مدريد. مين شيكو ده؟ مدريد. يعني كده اتعدلت؟ مين مدريد؟ شيكو مدريد حضرتك اللي ميشو بهدله وسجنه وحرق الصور اللي كان بيهددني بيها. صور ايه؟ الصور اللي كان مصورها لنا عم انس بالغصب عنه واحنا في انجر شيكو مدريد، وكان معلقني ساعتها زي الفار. اهدى بس وفهمني، انت جاي النهارده عايزني في ايه؟ انا جاي لحضرتك يا دكتوره علشان انا بحب ميشو وحاسس ان هو انا بالظبط، وعايزه يبقى كويس وعايزه يبقى احسن مني كمان، ومش عارف ابطله الاجرام ده خالص. ومش عارف ليه؟ جربت معاه الحوار؟ جربت الحوار وما نفعش، وبرده جربت الصداقه اللي حضرتك قلت لي عليها قبل كده وبرده ما نفعتش. انا مش عارف بس اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. بس مشو اخويا مقتنع اصلا ان دون مش صح. هو المريض النفسي او المجرم بيبقى كده، الغلط وهو مقتنع جدا انه صح. طب انا بقى دلوقتي اعمل ايه؟ اقنعه ازاي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ انا زهقت خلاص. ايه ده دكتوره؟ انا الظاهر اني اتعديت من سميره. حط نفسك مكانه وانت تعرف. احط نفسي مكانه؟ يعني ايه يا دكتوره؟ يعني جرب تشوف الاشياء زي ما بيشوفها. احط نفسي مكانه واشوف الاشياء زي ما هو بيشوفها؟ احط نفسي مكانه واشوف بقى هو بيشوف ايه؟ طب ازاي احط نفسي مكانه واشوف الاشياء زي ما هو بيشوفها؟ يا ربي ده ايه اللخبطه دي؟ طب ازاي؟ طيب مش عارف. يا فاطين. ايه هو ده وقته؟ طب مش راح. انت زفت يا فاطين، تعال اكلم طنطك سمير. حاضر بقى. يا بابا انا مش فاضي دلوقتي. انت قررت هتيجي ولا بنفسي؟ حاضر يا بابا. جا اهو. حاضر. اوع زي عوايدك. اوع يا فندم. يا بابا كلم طنطك سمير وشوفها عايزه ايه، ويا ريت تبوس ايدها. حاضر يا فندم. يا مرات بابا تعالى تكفي هنا، اقعد عند رجلينا ورالي الترجمه بتاعت الفيلم. طب ما هو بابا يقراها لحضرتك. رد بقى، رد بقى. انا هرد اهو يا سموره. ازهق. لا اوعي تزهقي يا ابني، انت مش عارف ان انا نظري ضعيفه، وبال ما افسر كلمه يكون الفيلم خلص. حاضر. اللهم طولك يا روح. والفيلم بقى ده مدته قد ايه ان شاء الله؟ مدته جزئين، كل جزء 3 ساعات. ايه يعني 6 ساعات؟ لا معلش بقى، انتوا معاكم ربنا، انا عندي مدرسه الصبح يعني. السلام عليكم. خد اقعد يلا. انت عارف لو ما سمعتش كلام طنطك سميره انا هعمل فيك ايه؟ عارف يا بابا، هترمي له كل كتب اللي انا فرحان بيها دي في الشارع. لا خدي المفاجاه دي وحرق شخصيا ورا الكتب. ايه رايك؟ حاضر. سيد سأقتلك أيها التنين الشرس. تبا لك، تبا لكما، اذهب إلى الجحيم، اذهب إلى الجحيم أيها التنين الشرس. قولي يا ميشو، أنت عمرك ما حبيت؟ لا ما ينفعش خالص. هو إيه ما ينفعش؟ بص يا سارة، الحب ده ضعف، وأنا عمري ما كنت ضعيف ولا أحب أكون ضعيف. أمال إزاي بتعمل مع التلاميذ في المدرسة؟ اتزورت مدرسة؟ ما اصل انا سارة بقى ما قلتلكيش، انا ببقى في المدرسة حاجة تانية خالص. يعني بلبس نظارة كده ومسرح شعر على جنبه، بلبس بلوفرات. انت عارفة هناك؟ عارفين ان انا اسمي مستر فطين مش ميشو، محدش يعرف ميشو ده خالص غيرك انا وانت دلوقتي. عايز تفهمنا صنف الشخصية، الصبح فطين وبالليل ميشو. برافو عليكي، بالظبط كده. طب وانت بتحب مين اكتر، فطين ولا ميشو؟ بحب فطين. طب وميشو؟ بحب بس بخاف عليها. انت طلعت حكايه. بقول لك ايه، انا عايز اجيلك بكره المدرسه. بكره اجيلي المدرسه؟ اللي هو بكره، اللي هو بكره يعني، ولا بكره بعد بكره، او بكره اللي في المستقبل يعني؟ لا بكره، اللي هو بكره. في مانع؟ لا ما لا مفيش مانع خالص، ده يعني مصممه تعالي بكره المدرسه.
حتى هتتفاجئ بفطير. مش اجازه بكره؟ لقد احببتك ايتها الاميره الشيطانه، ابتعد عني. لن ابتعد عنك حتى يتبين لك حقيقه التنين الملعون. اذهب الى الجحيم انت والتنين الشرس. الحمد لله الحمد لله نام الحمد لله. اذهب الى الجحيم ايتها الاميره. اذهب اذهبي الى الجحيم. فطين خد هنا. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وطي صوتك يا ميشو، ده انا ما صدقت انهم ناموا. بس كويس انك لسه صاحي، كنت عايزك. ده انا اللي كنت عايزك. احط نفسي مكانه واشوف اللي هو بيشوفه. قدامي ورايا وادي الشاي يا سيميشو، علشان بقى تقدر تسمعني كويس ويبقى مزاجك مظبوط. اتفضل يا ستي. اتكلم يا فاطين. بص بقى ميشو اخويا، انا المره دي اخر مره هطلب منك حاجه، بس يا ريت توافق. لا 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 ما تقلقش، انا المره دي يا سيدي اللي هطلب منك لا حوار ولا مزيكا، ولا هطلب منك انك تصاحبني. امال عايز ايه؟ اشرب الشاي. بص بقى ميشو، انا عايز احط نفسي مكانك واشوف اللي انت بتشوفه. ايه؟ وانت في نفس ذات الوقت هتحط نفسك مكاني وتشوف اللي انا بشوفه. وبعدين هتعيش بره ميشو يوم واحد بس، وساعتها يا سيدي بقى قرر ترجع ميشو تاني ولا لا. طب وانت بقى فاطين عايز تحط نفسك مكاني ليه؟ مش عاجبك نفسك انت كمان وعايز تغيرها؟ لا يا سيدي، انا الحمد لله عجباني دنيتي قوي، بس انا لما هبقى انت هشوف بقى دنيتك اللي انت متمسك بيها قوي، يمكن يبقى عندك حق وانا شاكك. وانت لما تبقى انا هتشوف بقى دنيتي بس بعينيك، يمكن يبقى عندي حق وانا متاكد. وساعتها بقى ميشو ان شاء الله ان شاء الله هتقتنع بكلامي. يعني انت عايزني ابقى فطين وانا هبقى ميشو وهو يوم واحد بس؟ طب لو قلت لا. والنبي والنبي يا ميشو ما تقولهاش بقى، مش هتخسر حاجة، هنجرب ومش هتخسر علشان خاطر يا ميشو. طب أنا فاطين إيه اللي يضمن لي إن أنت لما تبقى ميشو ما تبوظليش الدنيا؟ اشرب الشاي اشرب. بص بقى يا سيدي، أنت هتحكي لي على كل تفاصيل يومك من أول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام، وأنا كمان هحكي لك يا ميشو على كل تفاصيل يومي من أول ما بصحى من النوم واروح المدرسة وارجع البيت تاني. ها ماشي؟ ماشي. اقلع بقى. اقلع ايه؟ هدومك. ما احنا هنبتدي من دلوقتي. انا كده بقيت ميشو وانا دلوقتي فطير، بس اقلع النضارة. حاضر يا سيدي، ادي النضارة وادي الدبلة وادي الساعة كمان. ايه ده؟ بس مش هشوف حاجة كده. مش مهم، هتصرف. ميشو اوعى بابا سيد يعرف. ولا عمي أنس. اتفقنا؟ اتفقنا. ايه ده؟ يا نهار أبيض، مش سامع المنبه. مش سامع المنبه يا ميشو. يا ميشو ايه ده؟ ميشو اصحى. لا ده انا اللي دلوقتي ميشو. اصحى يا فطين. اطفي الزفت ده يا زفت. يا ميشو اصحى يا ميشو بقى قبل ما بابا يجي. ايه في ايه؟ اصحى، وراك مدرسه. مدرسه؟ اطلع بره خد الباب في ايدك. يا ميشو اصحى بقى، انت نسيت الاتفاق بتاع امبارح ولا ايه؟ انت دلوقتي فطين. صح، خلاص روح انت. ماشي، بقول لك ايه، اوعى امشي من هنا، تنام انت تاني من هنا. فين؟ خلاص ماشي. بقول لك ايه يا ميشو، قبل ما تنزل ابقى حط بقى الفطار لسمسمة. ها هتطلع بره ولا نام تاني؟ حاضر. ده الغلب ده يا ربي. اصحى امشي. اصحى يا ميشو فطين.
ايوه يا ساره. لا رايح طبعا المدرسه. جاي امتى؟ ماشي. وانت بقى صاحي من بدري كده ومبسوط علشان جاي المدرسه؟ لا، ولما هتيجي هتتبسطي اكتر. باي. ايه مالك يا فاطين بتنفخ على الصبح كده ليه؟ مش عوايدك. خليك في حالك يا انس. انس انت اول مره تقولي انس من غير عمي. بقول لك ايه، انا ما نمتش كويس ومصدع ومش شايف من النضاره دي. لا يبقى نوديك للدكتور. يعيد كشف النضاره ونطمن. هجيب لك السندوتشات، عامل لك بقى ايه، جبنه بالقوطه اللي انت بتحبها وطعميه سخنه. فاطين. الله، هو ماله؟ اكيد سيد ولا مش وزعلوه. طب انا بقى دلوقتي اعمل ايه اذا كان معاد صحياني دلوقتي وسميشو بينام لحد الظهر؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ ماشي نشغل الكاسيت. وط وط صوتك بيوطى منين ده؟ بيوطى منين ده؟ طفي بابا هيصحى، بابا هيصحى، بابا هيصحى. طفي ده الغلب ده يا ربي. طفي طفي ابوس ايدك. اوطى 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 النبي، ابوس سماعتك. اوطى. ايه يا مي؟ ايه يا ابني؟ انا اسف صحيت حضرتك يعني من بدري، يعني ده هو اللي عيني كده هم من غصب عني. يا عمي ولا يهمك، حتى المزيكا جميل حلوين. انا حضرتك رايح فين دلوقتي يا بابا؟ بابا يا ميشو انت يا ابني سخن ولا حاجه؟ لا زعلان مني يا ميشو؟ لا لا العفو العفو ابو السيد. لا خالص يا عرب، انا اصلي بس كنت قاعد مع الواد فاطين فظهر ان انا خدت منه الكلمه دي. اهو ده بقى اللي مخوفني، وعدك كتير مع الواد فاطين ده هيخسرك، هيدي في اخلاقك. المره دي قلت لي يا بابا، المره الجايه هتقول لي يا بابا ابوس ايدي وحاجات غريبه كده. عموما انا هخش البس وانزل مع سميره بعيد عن البيت شويه عشان عندنا عمليه جديده. ما تقلقش يا سيد كبير، ما تقلقش، انا ميشو وانت عارف ابنك ميشو كويس، ما تقلقش عليا. ماشي يا ميشو، ربنا يحميك يا حبيبي. جهز انت نفسك بقى على مجيلك. حاضر يا بابا. بابا تاني، بابا تاني يا ميشو. حاضر يا سيد. لا 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 ده الواد كرف عليك جامد. الله معلش، اصحى نفسك يا ميشو. امال حاضر، ما نصحى اهو يا بابا. حاضر بابي تاني. معلش يا سيد. بتتبطع منين دي؟ بتتبطع منين دي؟ الحقوني. صباح الخير يا حتى يا استاذ فاطين، ولا يعني عشان جاي المره دي مش متربط ولا جاي في شوال؟ بترد علينا يا ابو الفساتين؟ يا ابوي في يا فاطين، انا كنت عازم معاك والله. مين قال لك اني بحب الهزار؟ عارف لو لسانك ده نطق بكلمة واحدة بعد كده ضايقتني هعمل ايه؟ ايه؟ هقطعه لك. لا وعلى ايه يا استاذ فاطين؟ الطيب احسن، انا بس كنت جاي استعجلك عشان طابور المدرسة والإذاعة المدرسية يعني. فين الطابور وفين الإذاعة؟ اللي جاي علشان يتعلم يبقى يقف ثابت زي التخته اللي بيقعد عليها وهيتعلم، واللي جاي بقى ومش عايز يتعلم هنعلمه برضه، بس العلام بقى اللي هنعلمه له في جسمه عمره ما هينساه. هو ماله فاطين متغير كده ليه؟ اسكت اسكت لحسن يشوفنا. يبقى نسمع الكلام ونلتزم عشان انا مصدع وما نمتش كويس وروحي في مناخيري، فاهمين؟
حكمة الليلة ابعد عن الشر وغنيله. ودلوقتي يلا الطابور يطلع على الفصول ومن غير ما اسمع نفس ارمي المطوة ترن، ارمي الابرة ترن. يلا شبر رياضة سوستة. بابا هو حضرتك هتفرجنا على فيلم بقى ولا ايه يا سيدة كبير يا معلمين؟ طبعا فيلم يجنن، بطولتك انت يا ميشو. بطولتي؟ امال ايه؟ ما العملية كلها قايمة عليك انت. على يونا؟ العملية دي يا رجالة حتم الصحراوي ساعد أداني العصر عند الكيلو 26. حلو قوي، يبقى نصلي بقى العصر كلنا جماعة ونروح بقى في 26 في الكيلو ده كلنا يا كبير يا معلمين. يا ميشو شكلك رايق قوي النهارده. مفوق كده وجاهز للعمليه. دي يا رجال العربيه اللي فيها الفلوس هتقف عند كيلو 26 وهيترمي منها شنطه زباله. طبعا شنطه الزباله دي هي اللي فيها الفلوس. دي بقى العربيه التانيه اللي فيها المخدرات، وطبعا المخدرات محطوطه في شنطه زباله. وعند برضو كيلو 26 بس من الناحية التانية هتترمي شنطة الزبالة اللي فيها المخدرات. فاهمين يا رجالة؟ فاهمين يا معلم. فاهمين يا كبير يا معلم الرجالة. ماشي عم ميشو. عند اليوتيرن اللي هو على بعد 300 متر كل عربية من الاتنين هتلف تخش تاخد شنطة العربية التانية. وصلت؟ وصلت. يعني احنا بقى كده سيدة كبير مهمتنا ان احنا ناخد ارقام العربيات دي. مش كده؟ ارقام ايه يا عم ميشو؟ ايه الهزار اللي انت شغالي فيه من الصبح ده؟ احنا مهمتنا ناخد الفلوس. كده تمام. الخطة ايه بقى يا كبير؟ الخطة انت يا بونبوني هتقف في طريق العربية بتاعت الفلوس قبل الكيلو 26، او ما تشوف عربية الفلوس جاية تديني اشارة. تمام. وانا كبير وانت طبيعي توقف الناحيه الثانيه في طريق عربيه المخدرات عند نفس الكيلو 26 قبل بشويه يعني. شوف العربيه جايه هتديني اشاره. وانا كبير يا سيد مخدرات. بيقولوا ميش ده يا رجاله. ميش انت بقى معلمه هتبقى راكب الموتوسيكل بتاعك ومستني مني اشاره. أول ما أكلمك تتحرك بسرعة وتاخد الكيس بتاع الفلوس. بس بقولك يا ميشو كل ده يتم في ظرف 35 ثانية، لأن كل عربية هتاخد دقيقة بالظبط عقبال ما تلف اليوتيرن وترجع. ما تقلقش يا كبير، وفي أقل من 35 دقيقة كمان.